السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية الاستفادة من منحة مليون سنتيم؟ أولا، هذه المنحة مخصصة بأصحاب المهن الحرة وأرباب العائلات والعمال اليوميين وكل الأسر المتضررة من الحجر الصحي. الاستمارة، نهزوها من البلدية. هذه هي الصورة الاستمارة، نعبوها. المسجلون في غرفة رمضان غير معنيين بالتسجيل، فهم مسجلون آليا، يعني بلا ما يسجلوا مسجلين. العزاب غير معنيين بالتسجيل، اللي ما عندوش حساب بريدي يتجه إلى بوسطة مرفوق بطاقة إقامة زائد بطاقة تعريف وطنية. الاستمارة، طلب الإعانة تمنح من طرف البلدية، نهزوها من البلدية. والملف يتكون من الاستمارة هذيك وصورة شمسية وصك بريدي يعني شيك ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.